السلام عليكم خوتي، 58 ولاية، خوتي اللي في الغربة وقال يحبوا المولودية اون جينيرال. بون، احنا ما نحبوش الكلام بزاف، بصح مين داك شغل لازم تكون محتمة علينا، صوت امور كيكون امر هكذا يدخل فيه شغل امر وطني ويدخل فيه امر يحبوا يخونوا الانسان يكون وطني، كيما هذا اللي خرج لنا اليوم، هذا بن قزديرة، هذا العتلوس، هذا الرويبيضة، هذا الطحان اللي خاين الوطن ديالو، سمحوا لي على الكلمه هادية، خاطش هادو العباد ففمهم فايح، اصلا هما يسبوا ما عندهم لا دين لا مله، ما عندهم على اصل يحشموا منه، ما عندهم والو، بني عداس هادو، احنا نعيطوا لهم بني عداس، تربينا كي واحد يخسر بزاف ويقول كلام الدوني وكلام السوء نسموه البني عداس، بني هجرس، ما عندهم لا اساس لا والي، ما عندهم لا اهل لا والو، شو ما كاش على من يخاف. هكذا هذا انسان منهم، هذا تربى في بيوت دعارة، تربي بيوت الرذيلة، هكذا هذا يحركي، هذا البايع الوطن ديالو، هذا كان يضرب في الوطن ديالنا، جا راه في المهجر يضرب في الوطن ويضرب في أموره كاع، كلامه كاع سياسة على الوطن، على الرؤساء، على اللي كانوا، احنا ما يهمناش، الله يسهل الدولة، راهي تعرفوا خير منا. هذا الفايح هذايا، هذا الإماعة، هذا السكير الزنديق، هذا اللي على العام هو يشرب في الويسكي لايف، يشرب في الويسكي ويروح يدندن راسه وياكل كاشيات حرابش، ومن بعد يروح يدير لهم لايف ويبدا يهضر على البلاد، يزيقي في البلاد ويقطع في البلاد ويحكي على الانظمه والاجهزه والمؤسسه العسكريه، يحكي على كاع المهم، ما كانش سامح كاش عليها هكذا، وربي يسهل عليك، حنا ما كناش كاع سامعين بك، بصح كي تلحق تهضر على النادي الاسلامي هكذا، على النادي الملايين مولوديه الجزائر اللي هو نادي توري هكذا، واللي عنده معجبين ومحبين، ماشي معجبين، هادو محبين، ناس تقدر هكذا، نادي وطني ودافع على الوطن والقضية الوطنية، واللي ينتسبوا ليه كلهم وطنيين أحرار وشرفاء هكذا، ما نزيدوا على حتى إنسان، يعني ما راناش هنا نزيدوا في الوطنية على أي إنسان، يعني 58 ولاية، احنا كلنا شعب واحد، بصح كاينة حاجة واحدة، احنا ردينا لك على أساس أنك أنت تكلمت على المولودية والمجموعة تاع المولودية، وتقول باللي هادو عملاء ويتعاملوا معاهم، يعني أجهزة ما على باليش أنا، هادو خارجية والماك وكدا، يا نقول لك حاجة اسمحوا لي خاوتي ولو يسمع فيا، يا وراك تقود بيك بالماك ديالك بهادو الأجهزة، احنا عباد ما عندناش كاع مع السياسة، وخاطينا السياسة وخاطينا البوليتيك، وقلناها ونعاودوها، احنا عباد عفويين، نحبوا الرياضة، نحبوا المولودية، عندنا الحب الشغف يعني على النادي، واللي كولي راك تشوف فيهم هادوما الشغف ديالنا لهذا النادي، روحوا 90 دقيقة حنا يعني الماس وغينا، ويعني كراكاج انيماسيون، اعطوا صورة شابة على هذا الفريق ونمدوا، والحمد لله يعني حتى الصحافة العالمية تشهد باللي هذا النادي عنده جمهور قاعدة جماهيرية في شمال افريقيا، والحمد لله فينا هادو، فيهم ناس تحكي عليهم هادو، فيهم ناس متقفين، فيهم ناس رياضيين، فيهم ناس مهندسين، هاد المجموعة اللي تحكي عليهم. بون انا حبيت بك نوصل الرساله هذه، ان شاء الله تكون وصلت لخوتي، هذا الطحان الزنديق هذايا راه حاب يدير فتنه يا خوتي، ما تمشولوش وما تسمعولوش هكذا، وحنا عباد وطنيين ونحبوا الوطن ديالنا، ومشي انت تعلمنا الوطنيه، ومشي انت تقولنا باللي شكون عماله، انت هو اكبر عامل، وانت اكبر خاين للوطن ديالك، وحنا رانا في ارضنا في الجزائر خويا، وجامي لا مسينا مؤسسه تاع البلاد ديالنا هكذا، وحنا الاولين اللي ندافعوا على هذه البلاد هذه، لو كان لا قدر الله في اي زمان ولا اي مكان تكون في تيش هكذا ولا كش امر فوق، يعني لا حنا هما الاولين بلا ما نزيد عليها، وانت قولوا لك الطحان يا الديوت يا المرخص، ما تزيدش تذكر مولوديه على لسانك هكذا، ونهار تكلم مولوديه راح مضمض فمك، وما تحكيش علينا كاع، ما تمضمض، ما تصلي، ما تقود، ما تحكيش على المولوديه، يا الطحان يا المرخص يا الديوت. والسلام عليكم خوتي، وتحيه لكاع الانصار مولود الجزائر 58 ولايه، وتحيه لبلاد الوطن ديالنا هكذا.